وشنوتس، يا رب تكونوا بصحة وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، يا رب كلنا نبقى بخير وبصحة وسلام. حلقتنا النهاردة Did you know that؟ نتكلم النهاردة عن حاجات تخص عيد الفطر المبارك بالإنجليش، خليكم معي. أول كلمة لازم أتعلمها النهاردة في حلقتنا كلمة عيد بالإنجليش اللي هي feast feast feast، وأتعلم كمان ترجمة حرفية عيد الفطر المبارك feast of breaking the fast feast of breaking the fast، اللي هو عيد كسر أو وقف الصيام، fast اللي هو الصيام. وممكن نقول عيد الفطر برضو بس نكتبه بالطريقة دي. وبص كمان على الكلمة دي بتوصف عيد الفطر برضو، lesser pyram lesser pyram. وفي ناس بتسمي عيد الفطر برضو feast of Ramadan feast of Ramadan، على اساس ان هو بيجي بعد شهر رمضان المبارك مباشرة. احنا كده خلصنا الاسامي المختلفة لعيد الفطر المبارك، ندخل بقى على الحاجات اللي بنحب ناكلها ومشهور بيها عيد الفطر المبارك، وطبعا وعلى رأسهم كحك، بسكت، بيتي فور، دوناتس، كوكي، بانكيك. ونقدر نقول على الكحك سكون. All of them are very tasty with a cup of tea or a can of Pepsi. I'm hungry now. I'm fasting. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، يا رب أكون قدرت أفيدكم. Thank you for watching and don't forget زكاة الفطر. Happy feast. عيد سعيد. Bye bye.